النادي الاهلي طبعا اكيد بينقصه 2 لعيبه مهمين، اذا كان محسن رمضان او كاستيلو، الاثنين مصابين والاثنين مش موجودين داخل السكور. لكن قيمه تكريم كابتن محمود الخطيب للعيبه النادي الاهلي اللي احنا شايفينه قدامنا في الصوره ده قيمه مهمه جدا، بتنطبع دائما وابدا على اللاعبين، وبتنطبع كمان على اللاعب اللي بيقابل كابتن محمود الخطيب ويسلم عليه ويقول له مبروك. صدقوني شعور حلو جدا من اللاعبين، كانوا مبسوطين جدا على الستوري وعلى الانستجرام وعلى السوشيال ميديا، كل لعيبه النادي الاهلي حطوا صورتهم مع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. واكيد الكلام اللي بيتقال النهارده ان هي مباراه خارجه توقعات، لكن صدقوني ولاد النادي الاهلي النهارده هيكونوا مختلفين، لانها بطوله وبطوله مهمه جدا تخش دولاب وتكمل دولاب بطولات النادي الاهلي في كافه الالعاب.